نرجع تاني لكرة اليد ولكن المنتخب المصري. الحقيقة كابتن مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد اليد والمشرف العام على المنتخبات القومية أعلن سلبية كل العينات. طبعا انتوا عارفين منتخب كرة اليد رايح الغردقة، فلازم يحصل لهم مسحة أو يتعمل لهم مسحة بي سي آر لفيروس كورونا عشان يتأكد إن المعسكر واللعيبة كلهم هيكونوا خاليين من فيروس كورونا. فتعملت المسحة دي في مستشفى وادي النيل، وتصرح كابتن مؤمن صفا المشرف على المنتخبات وأمين الصندوق إن مفيش أي إصابات، وقال كمان إنه تواصل مع الدكتور حازم خميس رئيس اللجنة الطبية في بطولة العالم بلغة بسلبية كل العينات، وبلغوا بكل سلبية كل العينات اللي اتخذت للاعبين. طيب منتخبنا دخل في معسكر في الغردقة هيخلص يوم 24 سبتمبر. هنرجع نكمل الجولتين اللي فاضلين بالنسبة لنادي الأهلي، نادي طلائع الجيش جولته مع نادي طلائع الجيش وأيضا نادي الزمالك. خلينا نقول كمان انه البطوله الجايه بطوله كاس العالم هتكون مطلع العام القادم بمشاركه 32 فريق، وده رقم كبير جدا جدا جدا. هنحتاج لجنه طبيه قويه، هنحتاج اجراءات احترازيه قويه، اكيد طبعا اللجنه الطبيه بقياده الكابتن حازم خميس واخدين كل الاحتياطات دي. عندنا مراسلتنا هنا ابو القاسم راحت طيب خلينا التقرير مش جاهز، خليني مع حضراتكم. خلينا نقول حاجه، كابتن حسن مصطفى او الدكتور حسن مصطفى رئيس اتحاد اليد اعلن مره وتكرارا ان الكاس العالم هيتعمل في مطلع العام القادم في ميعاده. ده يعني قد تكون ازمه كورونا عادت وقد لا تكون، يعني ممكن تكون عادت وممكن ما تكونش عادت، انما الكاس العالم هيتعمل. فده بيحط عبء كبير جدا على اللجنه الطبيه، لان يعني طبعا اكيد كل اللاعبين قبل ما يجوا اول ما يوصلوا تعمل لهم مسحه طبيه، مسحه فيروس كورونا. لازم الكامب اللي بيقعد فيه اللعيبه زي ما شفنا في الام بي اي دلوقتي او دوري المحترفين الامريكي حاطط اللعيبه كلها في مكان واحد، وعشان يقدر يسيطر على الموضوع ما حدش يروح وما حدش يخرج، اكيد ده هيحصل في كاس العالم. عبء كبير جدا على الاتحاد، عبء كبير على اللجنه الطبيه. طيب التقرير جاهز يا جماعه؟ طيب اللي عايز اقوله كمان انه لازم يكون زي ما احنا شايفين في لقطات بالعاده على حضراتكم، لازم يكون في طبعا استعداد جيد. كاس عالم على ملعب على ارضنا 32 فريق. انا عايز اقول لكم ان صالات المغطاه بيتم العمل على قدم وساق على تجهيزها. انا عايز بس اقول لكم معلومه صغيره، مثلا طلبات الاتحادات الدوليه في الصالات انه بيكون لازم يكون الصاله المغطاه مثلا في 4 اوض لبس. ليه؟ عشان الفرقتين اللي بيلعبوا والفرقتين اللي داخلين بعديهم. لازم يكون في غرفه مؤتمرات على اعلى مستوى، سرعه انترنت عاليه جدا عشان تبعت التقارير وتستقبلها. الحقيقه كل الكلام ده وكل التفاصيل دي الدوله شغال عليها، طبعا وزاره الشباب والرياضه برئاسه الدكتور طبعا اشرف صبحي شغالين على الموضوع ده كويس، لان الحقيقه كاس العالم ده هيبقى مهم جدا، ويبقى صوره هنصدرها للعالم كله عن احنا زي ما احنا شايفين البنيه التحتيه في مصر حصل فيها طفره كبيره جدا، ومن ضمن البنيه التحتيه دي البنيه التحتيه في الرياضه، سواء صالات مغطاه، سواء صالات تدريب، سواء جيمات. الحاجات دي الحقيقه بقت تؤهل مصر بشكل كبير ان احنا نقدر نستضيف يعني اكبر البطولات. فاول بطوله هتقابلنا هي كاس العالم، والدنيا ماشيه ان شاء الله على ايه قدم وساق. التقرير جاهز يا جماعه؟ طيب احنا معانا تقرير طبعا يوم ما اتعملت المسحه في مستشفى وادي النيل، في طبعا زي اللي الاربع اللي فات في اتفاقيه معموله مع مستشفى وادي النيل ما بين اتحاد اليد. الحقيقه انا شفت حتى اليافطه بتاعتها في مره من المرات، انا كنت هناك في زياره المستشفى، والمسحات اتعملت هناك والمؤتمر اتعمل هناك. فالحقيقه مراسلتنا طبعا هنا ابو القاسم كانت هناك، عملت لقاءات مع رئيس الاتحاد واعضاء الاتحاد. خلينا نشوف التقرير ده وارجع لحضراتكم تاني. استعدادنا لحدث كبير جدا في كاس العالم، اكبر كاس عالم هيتعمل في كره اليد، هيبقى موجود هنا في مصر، 32 فريق موجودين في دوله واحده، ده رقم كبير جدا في الالعاب الجماعيه. فكل اجهزه الدوله تكاتفت علشان تخرج هذه البطوله بمظهر يليق بسمعه مصر، سواء الرياضيه او التنظيميه للبطولات الكبيره اللي زي ديت. كان من أهمها طبعا أنت عارفة أن العالم كله متحفظ على موضوع الكورونا، فلازم نظهر ليهم كفاءة مصر إن شاء الله في السيطرة والتصدي لهذا الموضوع بتطبيق كل الاحترازات والاحتياطات المطلوبة لمواجهة هذا المرض. عايزين نبعت رسالة قوية للفرق دي أن إحنا بلدنا بلد أمينة، فعشان كده أخذنا وكالة الوزارة للطب الوقائي بوزارة الصحة موجود معانا في البطولة، بحيث بنتفق معاه على المعايير الهامة اللي احنا هنعملها، سواء كان هنعمل بي سي آر مثلا
الناس وهي جايه من المطار لازم يكون معهم شهاده طبيه بتدل على انه خالي من الكورونا. نمره 2 بنبقى حاطين في الفنادق غرف طبيه وعنايه مركزه، كل فندق بقى تحته اسعاف. الملاعب بتاعتنا بيبقى فيها 4 عيادات، عياده للاعبين، عياده للفي اي بي، عياده للجمهور، وعياده للاعلاميين. عيادات مجهزه تجهيز عالي جدا، وكل استاد بيبقى ملحق عليه 7 اسعاف عالي التجهيز، بحيث ننقل بسرعه الاماكن للمستشفيات القريبه مننا. اذا كان في حوادث عميقه جدا وتحتاج تدخل جراحي هننقلها في النهايه الى مستشفى وادي النيل. هتبدا ان شاء الله السبت القادم اللي هي 15 يناير تنتهي اول مرحله 22/9. المرحله دي هيبقى فيه معسكرات تدريبيه وتدريب فقط بدني وفني، وبعدين ندي اللعيبه 3 اسابيع مع الانديه، نرجعهم مع الانديه، وبعد كده نبدا في نص اكتوبر 3 اسابيع كمان فيهم 4 مباريات دوليه ان شاء الله. منتخب اليونان والارجنتين هيشرفونا مصر، هنلعب 4 مباريات دوليه وان شاء الله نلعبهم في صالات كاس العالم اللي بتتبني دلوقتي. هتكون خطوه كويسه لينا ان احنا نقف على مستوى الفرق. الاستعداد النهائي واخر خطوه لينا هتكون بدايه من ديسمبر ان شاء الله، حتى بطوله العالم اللي هتتعمل في 13 يناير. المفروض في اولمبيات واستعداد اولمبيات كنا هنلعب على الاقل 15 ماتش قبل كاس العالم. الظروف صعبه جدا بس احنا هنعمل اللي علينا، واكيد الاتحاد عدل البرنامج بحيث ان هو يلائم الظروف اللي احنا فيها. يمكن اللقاء اللي احنا شفناه كان كل التركيز على حاجة واحدة مهمة جدا، هي تصدير ان مصر آمنة وتستطيع استضافة هذا الحدث الكبير. والحقيقة ده بيتطلب زي ما قال المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد تظافر كل جهود الدولة، وده اللي واقع حقيقي في الأيام دي. نتمنى كل التوفيق طبعا للاتحاد، ونتمنى كل التوفيق للقائمين على تنظيم هذا الحدث الكبير.